اهلا وسهلا بيكم متابعي رويال، في انتظار قرار الفايدة من البنك المركزي الكندي خلال اليوم في الثانية مساء بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع تثبيتها عند 0.25%. وقد تتأثر العملة الكندية بشكل ايجابي امام الدولار الامريكي، وبذلك تكون النظرة سلبية على تداولات زوج الدولار كندي. وتعالوا نشوف النظرة الفنية للزوج. الدولار كندي كسر خط الاتجاه الصاعد الاسبوع الماضي واعاد اختباره عند منطقة المقاومة القوية 1.27، ومن المتوقع هبوط الزوج من المستويات الحالية لمستويات 1.2530، وذلك بشرط بقاء التداولات اسفل مستويات 1.2710. ده كان التحليل الفني للدولار كندي. لو عندك استفسار عن اي زوج تقدر تكتب لنا في التعليقات.